Se oí la con Camín. Ambush. اللي هنا مو عشان بس الشوز وبيعرف معلومات عن الفاشن يكمل الحلقة. على قد ما أنا ألبس ألوان مجنونة شوزات غريبة أنا ما أقدر ألبس الشوز ده. مرحبا، أنا حمد طاهر ويا هلا فيكم في قناتي. شوز اليوم هو النايكي الدنك هاي امبوش. الشوز ده هو كولابريشن بين شركة نايكي وشركة أمبوش. اللي ما يعرف شركة أمبوش هو براند ياباني معروف بتصاميم الأفنغارد. مؤيد، قد سمعت بالأفنغارد؟ لا. طيب حط لهم كده يمين ويسار كم تصميم كفاشن إيش هو الأفنغارد. خلينا أطلع برا الموضوع شوية وأتكلم على الأفنغارد مو بس كفاشن. الأفنغارد ممكن يستخدموه في التصاميم المباني على الأشكال الهندسية، ممكن برضو يستخدموه في الانتيريور ديزاين التصميم الداخلية، ممكن برضو يستخدموه في الميك اب، وممكن يستخدموه في الفرنيتشر المفروشات، وممكن كمان يستخدموه في الجرافيكس اي رسمة تكون على طريقة الافنغارد، وفي الاخير صاروا يستخدموه في الشوزات كستايل. امبوش سوت كولابريشن مع شركات مرة كتير، سوت مع شركة اسمها بيب، سوت مع ريبوك، في الفترة الاخيرة سوت مع ال في اوف وايت ساكاي، سوت كمان كولابوريشن مع كونفرس. كلمة أمبوش يعني كمين أو شيء مفاجئ، فالاسم أمبوش جاء من المصممة يون اللي تصاميمها تيجي بشكل مفاجئ وغير متوقع. حط لكم انستغرام بيج روحوا شوفوا تصاميمها. معليش أنا طلعت برا الموضوع شوية، بس أنا الفاشن بالنسبة لي شيء مرة ملفت، وبراند زي أمبوش تصاميمه غريبة ومرة ملفتة، والبراند جالس يطلع شوية شوية. أنا أتوقع في العشر سنين الجاية هيكون عنده تصاميم جيدة وملفتة خاصة على مستوى الشوزات. صحيح إنه كولابريشن مع نايكي مرة جيد، والكولابوريشن مع الشركات الثانية كلها جيدة، بس صراحة أمبوش كبراند مرة جيد، وأنا بقاعد أفكر أشتري أشياء من عندهم غير الشوزات. طيب نرجع لشوز اليوم اللي هو اللون البينك اللي يسموه الكازميك فيوجيا، اللي نزل بعد اللون الاسود والابيض، اللي اللون الاسود والابيض سعره ولع ووصل $700 من غير شيبينج. اللون ده البينك نزل في فبراير 2021، اما اول اصدار اللون الاسود والابيض نزل في ديسمبر 2020. بالنسبه للمقاس نفس مقاس الجوردن 1 الهاي ونفس مقاس الدنك الهاي. رأيي في الشوز، أنا أشوف الديزاين مرة غريب والتنفيذ كان جدا ممتاز من جميع النواحي، يعني من جد أمبوش اسم على مسمى، فاجأنا بالتصميم. اللون الأسود والأبيض اللي نزل مرة سهل في اللبس،
في ناس كتير بتقول اللون ده مرة صعب في اللبس، أنا أختلف معهم. التصميم نزل بواحد لابس بنطلون بينك مع الشوز البينك ده، بس لبران جيمز لبسها بطريقة مرة حلوة وكان حط البوست ده في الانستجرام حقه. يا جماعة اللي ما بيتابع لبران جيمز في الانستجرام دحين يروح يتابعه، الرجال ده في ليفل تاني من الفاشن، أنا مرة يعجبني. النايكي الدنك في الفترة الأخيرة الكواليتي كان جدا سيء، بس الماتيريال اللي استخدموها في ده الشوز هاي كواليتي. كولابريشن ده أمبوش مع النايكي الدنك هاي، تخيلوا سووا كولابريشن مع النايكي الدنك لو، مع الجوردن هاي، جوردن 4، جوردن 1 اللو، هيطلع مرة جبار. طبعا الألوان اللي نازلة لا يفوتكم، هينزل اللون البلو الرويال بلو، وهينزل الشيكاغو. طبعا دحين أقول لكم الشيكاغو سعرها هيكون من $1000 وانت طالع، أنا قلت لكم. طيب زي ما قلت لكم الجلد اللي مستخدمينه والكواليتي اللي مستخدمينه في كل الشوز جدا ممتاز، الجلد كويس ممتاز، والربر اللي مستخدمينه هاي كواليتي. طبعا احلى شيء في الشوز هذا السووش اللي طالع من الناحيتين، سووش من اليمين من هنا والسووش اللي من الشمال من هنا، من الخلف في علامة الأمبوش هنا، وفي التنغ برضو في علامة الأمبوش والنايكي، وطبعا تأثير فيرجل أبلو حق أوف وايت على التنغ مخلينه برضو كده سفنجي. من الداخل في علامة الأمبوش في الإنسول باللون الأخضر، ومن هنا في السايز، من الخلف هنا في الأوتسول في علامة النايكي. يلا تعالوا نشوف كيف في اللبس، ترى مو أنا اللي هلبسها، واحد تاني. في النهاية أبغى أسألكم مو إيش رأيكم في الشوز، إيش رأيكم في لون الشوز؟ أنا عن نفسي مرة تو ماتش. ولا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. دقيقة مؤيد، كم تدي من 10؟ 4. 4 ليش؟ هو المفروض 2 بس 4 عشان اللايك ودم، وعشان اللون طبعا أنت خسفته في الأرض صح؟ إيه الماضي. أوكي 4. انا ادي 5 ممكن. شوف والله هو حلو ده، ادي 5. 5 من 10 والله صح، 5 من 10 عشان حاجه واحده بس. أيه. عشان حاجه واحده، عشان السووش هذا طلع دي، وعشان الأمبوش اللي من ورا دي لو لو يطلع مره، لو لو 6 7 ويطلع السووش كده على برا هيطلع مره رهيب. بس ادي 5 كولابريشن وامبوش وديزاين و خلاص. هو شو زي ما هو ما يتغير، بس لو 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 جيت قلت لي اللون الشيكاغو انا ادي 10 من 10، لو سووا الشيكاغو انا هدي 10 لانه هيكون شوز 10. لايك وشير وسبسكرايب وتيك كير. 2 ده هو كولابريشن من شركة نايتي نايكي و نايتي نايتي. لسه ما دخلنا على الصعب. يا ربي الشوز ده هو كولاب. بدأنا ما هسألكم ايش رايكم في الشوز، برضو بطالع فوق بطالع في عينك.
لا تركب لي شيء جديد، شيء جديد لا تركب لي، شاشة من فوق وما أدري، خلاص خليني أركز، كل شيء تجيب لي شيء جديد.